أكدت قناة أرجنتينية اليوم الجمعة أن النجم ليونيل ميسي سيستمر مع فريقه برشلونة إلى نهاية عقده في الموسم المقبل. وأكدت قناة القريبة من محيط اللاعب الأرجنتيني على الرغم من أن ميسي أرسل بروفاكس إلى برشلونة من أجل خروجه من النادي إلا أنه غير رأيه ولا يريد الرحيل بفضيحة قانونية وعن طريق المحاكم، لا سيما أنه نشأ وترعرع في النادي الكتالوني منذ 20 عاما. وأضاف التقرير الذي نشرته القناة عبر موقعها الإلكتروني بعد الاجتماع الذي عقده والده ووكيله خورخي مع رئيس برشلونة جوزيف ماريا بارتوميو، قرر النجم الأرجنتيني البالغ 33 عاما الاستمرار لموسم آخر لتجنب أضرار الذهاب إلى المحاكم، وهو الأمر الذي يمكن أن يسبب مشاكل له بالإضافة إلى وجهته المقبلة وهو نادي مانشستر سيتي. وعلى الرغم من بيان خورخي ميسي الذي يفيد بإمكانية خروج ابنه بشكل مجاني، ورد الرابطة على البيان في وقت لاحق على ذلك، إلا أن مباراة بايرن ميونخ الألمانية والتي انتهت بنتيجة 8-2 لن تكون الأخيرة في مسيرة ليو ميسي مع برشلونة. وذكر التقرير أن الفرصة ستكون متاحة لميسي من أجل توديع الجماهير وملعب كامب نو نهاية الموسم المقبل.